طيب ده كده الجزء التاني من السيشن الأولانية بتاعتنا. احنا كنا بنتكلم على الانترفيس، ازاي ان احنا نتعامل مع الفيوبورتس، نختار فيوبورتس مختلفة، ازاي ان انا اقدر ان انا لو عامل اي اوبجكت الطريقة اللي انا ابقى شايفه بيها، سواء واير فريم او شيدد او اي طريقة مختلفة. وانه كمان كنا اخر حاجة عملناها حطينا السلكشن فلتر ده، حطيناه هنا عشان لو عايز اعمل سلكت الحاجة مثلا 2D object بس او 3D objects بس او اي حاجة من الحاجات اللي هنا دي. كان في حاجة عايزة اقولها لكم. احيانا كده بيحصل ان احنا ممكن واحنا شغالين، يعني مثلا التاب بتاعت اللايرز دي احركها كده، لو عايزة ارجعها تاني ممكن ارجعها بالطريقة دي، ممكن ارجعها، انا عايزة ارجعها معاهم هنا. فساعات ممكن ان انا يعني الفيو بورت او الشكل الانترفيس ابوظ فيه شوية حاجات، وابقى عايزة ارجع تاني الانترفيس زي ما كان وانا مش واخد بالي. في طريقة من تولز، بدخل على اوبشنز وبدخل على الفيو، سوري تول بورز، ودوس ريستور ديفولت. انا مش هعمل ريستور دلوقتي، بس لو انت عملت ريستور ديفولت للتول بورز هيظهر لك كل حاجه زي ايه، زي الديفولت بتاع راينو، عشان لو في اي حاجه باظت منك. طيب دلوقتي نبدا ايه، انا خلاص بقى انا عارف ازاي انافيجيت وعارف كل حاجه، عايز ابدا اعمل بقى ايه الموديل بتاعي. اول حاجه ال2 دي جيومتري هيبقى طبعا الاكسس منها من كيرف تولز او من ستاندرد عادي، في برضو كل حاجة احنا ممكن نحتاجها كبيجينرز. اول حاجة بوينت، يا اما سنجل يا اما مولتيبل بوينت. البوينت هي بتعبر عن لوكيشن في سبيس، في الاكس ليه اكس كوردينيت واي كوردينيت وزد كوردينيت. لو انا اخترت كوماند او تول وعايز ان انا اختارها تاني، لو دوست سبيس بار فبقدر ان انا اختارها تاني، فاعمل اي بوينت انا لو عايز ايه اعمل كذا بوينت. طيب بعد كده عايز ارسم لاين، في لاينز معظم الوقت استخدم حاجه اسمها بولي لاين. لسه ان انا هشتغل اورثو. طيب وانا هبدا اقول ان انا هبدا المشروع بتاعي من السنتر، اعمل جريد سناب كمان. انا عايز اعمل اللاين ده لفوق كده، او لو عايز اتحرك كده، انا اورثو، لكن لو انا مش اورثو فممكن اتحرك في اي اتجاه انا عاوزاه. ممكن كمان لو عملت 45، كتبت 45 فهو ايه المفروض ان هو يتحرك ال 45 معي. انا لما ادوس 45 واختار اللينس 45 معي. المهم يعني ان انا بختار الدايركشن بتاعي وببدأ ان انا اقول ايه، والله انا عايزة الطول بتاعه واحنا يونتس متر يبقى 10 متر في الاتجاه ده. فشوفوا هو عامل الخط الابيض ده، بس هو هنا واقف خلاص، فلان هما دول ايه ال10 متر بتوعي سواء في اي اتجاه انا عاوزاه. بدوس انتر فهو كده ايه طلعت فوق 10 متر. عايز اتحرك كده مثلا 15 متر، انتر، بعدين عايز اتحرك فوق تاني 7 مثلا، انتر. فبكده انا ايه قدرت ارسم 6، انتر. هرجع هنا تاني قدرت ارسم الكيرف بتاعي، لو عايز اعرف هو كلوزد ولا اوبن فبكليك عليه، بلاقي هنا ايه 1 كلوزد كيرف، فاعرف هو اتس ان اوبن اور ا كلوزد كيرف. بولي لاين برضو في حاجة ظريفة جدا، اختار بولي لاين تاني، ابدأ ستارت في بولي لاين، هلاقي هنا في المود ان في لاين، لو دوست عليه اختار حاجة اسمها ارك. الارك ده ان انا برسم using arcs، اعمل ارسم كده ادوس انتر فرسمت الاركس اللي انا عايزاه. لو عايز تعملها تظبط الريديس بتاعها مثلا 5 اهو، ده ريديس 5 وبعدين هنا ريديس 10 فكده 10 وبعدين 7
دوس انتر فكده 7. فكده برضو تقدر تتحكم في الراديوس بتاع الايه الدايره اللي انت عايزه. ولو جيت وعملت البولي لاين ده اكسبلود دوست اكسبلود، فبقدر اختار كل ارك لوحده بالطريقه دي. ده بالنسبه للبولي لاينز. طب تعال نعمل واحد كمان كده عشان عايزه اوريكوا حاجه. الرينج من اكتر الحاجات المميزه في الطريقه اللي هو بيعمل بيها موديلنج الكيرفز. فهدي عند الجزء اللي هو بتاع كنترول بوينت كيرف، وانا عايزه برضو ايه ارسم برضو معلش لاين كده. ده كده لاين عادي. في حاجه اسمها كنترول بوينت كيرف، هسلكت كنترول بوينت كيرف وهاجي اعمل الكيرف بتاعي. هلاقي هنا ان الكيرف ده ظاهر لي كده حاجه اسمها ايه كنترول بوينت. هو بيرسم الكيرف ما بين الايه التو سيجمنتس دول. هي الحقيقه انه الكيرفز اللي بيرسمها الراينو هي اسمها نيرفز كيرف. نيرفز كيرف دي هي انا عشان ارسم الكيرف ده بعمل equation. انا هنزل لكم تو لينكس كده دلوقتي عشان تشوفوا الايكويشن دي، زي مثلا النيرفز كيرف ليها ايكويشن، البيزير كيرف ليه ايكويشن. ان انا مثلا ايه لو قررت ان انا عايز اعمل حاجه ناعمه قوي وبتعبر عن الشكل ده، فبقول ان انا الكنترول بوينتس دي هي زي ده اللي هي تقريبا احنا مختارينها هنا، كأن ان انا عامل بولي لاين وباجي على الميد بوينتس وايه وبختارهم وابدا اختار كذا ميد بوينت لغايه لما ينعم خالص يوصل للكيرف ده. هو الحقيقه ان هو من الميد بوينت دي الخط ده بيبقى فيه تانجنت ليه، يعني هو بيختار بوينت هنا وبعدين بيعمل واحد تاني اختار البوينت التانية. ولما بيوصل ما بين البوينت اللي هو المفروض هيبقوا كتير دول، هو ده اللي بيخلق له ايه الكيرف اللي بالكنترول بوينت. لو عملته سيرش على تكست، لو على بيزير كيرف اوكي، هتلاقوا ايه هتلاقوا هو بيترسم بالطريقة دي على ويكيبيديا او نيربز كيرفز، لو ايه انها بالطريقه دي. فطبعا ميزه التكنولوجي بتاعت راينو ان هو لما انا برسم الكيرف بالايكويشن بيطلع لي فيري فيري سموث. دي ميزه وعيب، ان هو كيرف سموث جدا، بس عيبه ايه بقى ان هو بيبقى الجيومتري بتاعته تحتاج كومبيوتيشن باور يعني كبيره، الموديل نفسه بيبقى تقيل. في طريقه تانية ان انا اعمل بيها كيرفز برضو عن طريق عندي حاجه اسمها الانتربليت بوينتس. انتربليت بوينتس ان انا عندي a number of points والكيرف لازم هيعدي بيهم، مختلفه شويه لما بعمل كده. بصوا لازم هيعدي بالبوينتس ايه دي، فحسب الطريقه اللي هي التايب اوف جيومتري اللي انت هترسمه تقدر ان انت تختار which one of these options. في كمان حاجه بنعملها كده برضو ساعات اوبشن حاجه اسمها ريبيلد. ريبيلد ده دايما بياخد الجيومتري اللي هي بتبقى خطوطها لينير وبيبدا ان هو ايه يحولها تبقى مور سموث. فهنا انا عندي نفس عدد ال بتحكم في البوينتس، يعني هو اصلا 5 فانا مخليها 5 وبتحكم في الديجري. لما بعمل كده بيبدا ان هو ايه يحوله لي ايه لكيرف. سوري ريبيلد ديجري بقى التالتة، ما فيش اختلاف كبير بينها وبين التانية.
ده كده بالنسبة للكيرس. وكمان هي بتقفل معايا، يعني انا لو انا عملت اوبشن حاجة كده هي بتقفل in a very smooth way. لو جيت بقى عملت اكسبلود لده زي ما عملت اللي هو فيه التاني، هلاقي ان هو ايه، cannot explode. هما مرسومين باكويجن مع بعض، ما ينفعش ان انا افصلهم. غير ده اللي هو لو انا عملت له اكسبلود فكل ارك بيجي لوحده. معلش انا I want to check اصلا ده ليه لما عملت له ريبيلد طلع زي ما هو. ممكن اكون كنت مختاره، لا هم مختلفين بس الاختلاف بسيط قوي. انا فعلا لو حطيتهم على بعض ففي very slight differences في الديجري بتاعت الايه الرسم بتاعي. ده كده بالنسبة لكل الايه الكيرفز. في برضو شكل تاني، الاشكال اللي هي المنتظمة. يعني لو انا عايز ارسم بقى حاجة عادية خالص، عايز ارسم دايرة، فعندي كذا اوبشن. يا اما باجي على السنتر بقول والله انا عايز ريديس الدايرة دي يبقى 5، ممكن ابقى عايزة يبقوا دايمتر فاخلي الدايمتر هو اللي ايه هو اللي 5. it's up to me. في كمان ان انا لو انا ال عايز اعمل سيركل ومش عارف السنتر بتاعها فين، بس عارف هي التينجنت الايه، يعني عندي خطين كده، عندي خط كده وخط كده وعايز ارسم دايرة ما بينهم، فبختار الايه اللي هي بالتو كوادرنتس دي تعمل لي دايرة كده. في كمان اوبشن كويس قوي اللي هي الدايره اللي هي بال 3 بوينتس، دي كويسه قوي برضو في الحالات اللي زي دي. لو انا عايز اعمل ثانيه واحده، دايره برضو ما بين 2 لاينز، بس بتحكم ايه بالارك بتاعها. في كمان عندي إليبس ليها كذا اوبشن، يا اما بختار ببدا احط الاكس الاولاني والاكس التاني او بالديامتر بتاع التو سيركلز اللي بيكونوها. في برضو عندي اوبشن ان انا ارسم ارك، فالارك بيبقى يا اما من السنتر ومن البدايه وبعدين الانجل بتاعته، ببدا من السنتر هو مثلا هيبقى طوله الريديس بتاعه 5، وابدا ان انا ايه ارسم الارك بتاعي. دي طريقه لرسم الارك. في ارك تاني لو ارك 3 بوينتس هيبقى ستارت اند وايه، انا عايزه كده مثلا. دي طريقه تانية لرسم الارك. ممكن بقى تبداوا ان انتوا ايه تستكشفوا كل سهم صغير من دول، في حاجات كتير فانصحكم ان انتوا تخشوا على كل واحد من دول. وفي بقى انا عندي ريكتانجل العادي بتاعي، اللي هو انا عندي ريكتانجل اهو عايز اعمله مثلا 7 في 10، خلاص كده ايه عملته. في برضو كذا طريقه ريكتانجل 3 بوينتس، ده لو انا ريكتانجل 3 بوينتس دايما بستخدمه. لو انا مثلا عندي خط مايل وعايز اعمل ريكتانجل يبقى ايه بارلل ليه، فدايما بستخدم ريكتانجل 3 بوينتس، فهي ريكتانجل 3 بوينتس مفيد قوي. في بقى الحاجات التانية هي quadrants اللي هي مثلا ايه، انا عندي number of sides لو عايز اعمله triangle فيبقى 3، و ال side بتاعه مثلا بالشكل ده inscribed و circumscribed. يعني inscribed اللي هو بيبقى ان انا بحدد ال radius ده لل circle اللي جوه ال triangle، ولو هو circumscribed يبقى انا بحدد الراديوس للسيركل اللي بتمس. يعني لو عايزين نشرحها اكتر فده كده وايه ندوس ايه. طبعا انا عندي مشكله ان كل حاجه اصلا مش مع الاكس والواي، فهدوس تاني رايت كليك والاين تو سي بلين، ندوس كده. فانا لو انا عامله الاوبشن هو circumscribed فانا بجيب الراديوس بتاع السيركل التينجنت بتاعها بيمس ال different ايه size of the triangle، بس لو انا عاملاها circumscribed فهي هتبقى الايه ال دي. anyway ده كده بالنسبة لل different ways ان انا اقدر اعمل curves.
طيب انا اصلا وانا برسم في شوية برضو تولز مهمة ان انا اعرفها عشان اقدر اتحكم يعني في الموضوع. ايه هي البوينتس دي؟ لو انا مثلا عملت لاين ورسمت لاين تاني وعايزة اعمل تريم، فبعمل تريم عادي جدا، وانا اصلا مختار كل الاوبجكتس واعمل تريم. طيب لو رسمت كل الحاجات اللي هي زي بتاعة الاوتوكاد يعني لاين تاني ولاين اهو اهو، وعايزة اكستند ده يجي هنا، اكستند اكستند اوكي، وممكن ايه اخليه برضو في برضو اكستند على نفس الاتجاه يعني، بدوس اكستند وايه anyway. وانا عايز اكبر دي شوية، بدوس اكستند هنا. الاكستند في اوبشن ان انا لو بدوس شيفت بيعمل، المفروض ان هو يعمل تريم بس، ولا I think ان هو actually لو دوست شيفت في التريم بيعمل اكستند. فلو مثلا هنا، بس هو غالبا مش هينفع عشان ايه، هو مش هيعملوا اكستند على بعض على طول، فده برضو اوبشن تاني. ال 3D geometry بقى اللي هي shapes عادية جدا، هو بنتكلم على solid tools. عندي البوكس اللي احنا كنا اشتغلنا عليه كتير، بدي الوات بتاعه ماشي 5، وبعدين 5 تانية، وبعدين الهايت بتاعه 5 هعملها كيوب. وفي اوبشنز تانية بقى ان انا لو ممكن اعمله بالدياجونال اصلا، ف الدياجونال هنا 7 والدياجونال التاني برضو 7، فاداني ريكتانجل ده. في برضو عندي سفيرز من السنتر مثلا، عملت سفير. وفي عندي كذا اوبشن بقى ان انا السفير دي ب 3 بوينتس 4 بوينتس. طب ليه اصلا الاوبشنز دي؟ عشان حسب انا بعمل شكل عامل ازاي في الاخر، بوصل الحاجة مع بعض ازاي. في برضو الكاب دي، الكبسولة دي، وفي ليها طرق كتير اللي هي اسمها الابسويد والكونز بيراميدز. هو الموضوع كله ان انا بسلكت التول مثلا او سيلندر، فهو هنا مثلا بيقولي هي فيرتيكال او راون كيرف، او هي مثلا سوليد دي يعني هي ليها سوري هي ليها كابن، بس انا مختاراها مش خليه vertical direction، لما اختارها من solid فهتطلع لي ايه مفتوحة بالمنظر ده. هي كل الفكرة ان اي command من دول انا بقعد اشوف اصلا ايه الحاجات اللي هو طالبها مني، وايه الاوبشنز اللي متاحة عندي في اي حاجة من دول، وابدأ ان انا ايه وانا برسم ال solid object بتاعي. في كمان عندي ال solid object دول زي ما انا كنت بعمل في ال curves، ان انا بقدر ان انا اقطع حاجة بحاجة، او يعني مثلا لو انا جيت عايزة استخدم البوكس ده، ان انا هقطع حتة شكل البوكس ده من الايه من ال ellipsoid. تعالوا نعمل لهم isolate هما الاتنين بس كده. فانا عايزة افتح كده ايه، عايزة افتح حاجة كده بس من الاليبسويد في الحتة دي. في اوبشن عندي اسمه split اوكي، فلما بدوس split او بكتبها هنا بختار الايه الاوبجكت اللي انا هعمله split انتر، بعدين الاوبجكت اللي هيقطعه انتر. المفروض ان انا بعمل كده يبدأ يظهر لي الايه القاطع ده،
وانا ببقى، احنا قلنا ان الراينو كل المودل السوليد تولز بتاعته بتبقى مفرغه من جوه، فانا ايه فتحت ايه الفتحه دي. ممكن يبقى عندي مثلا انا ايزوليت، تعالوا نمسح الحاجات دي، عندي سيلندر دي عمود 0.5 وايه، واطلعها 3 متر مثلا، سألت وعايز انها عندي من فوق كده اعمل ريكتانجل، هو السمك بتاعه 0.2، وعايز ان انا اعمل خرمين مثلا في ده كده بالريكتانجلز دي، هقوم عاملة سبليت ومختارة الاوبجكتس كاتنج اوبجكتس دول، فبقى عندي ايه البليت ده في الايه الحاجات المفتوحة دي. طيب برضو عندي tools ان انا how to manipulate ال 3D objects اللي انا رسمتها، احنا كنا خدنا شوية منهم نعرف نعملهم باستخدام ال جامبول، بس برضو ممكن نعدي عليهم سريعا. فعندي rotate مثلا، rotate 30 degrees، اوكي. عندي سكيل، فلو انا عملت بوكس بالمنظر ده هنا كده وكتبت سكيل في الكوماند بور، هيطلع لي كذا سكيل، هتلاقي سكيل عادي وتلاقي سكيل 1 دي وسكيل 2 دي. تعالوا نشوف ايه الموضوع. لو اخدت كده 3 كوبي من هنا وكوبي من هنا، كل واحدة هنجرب فيه. اول حاجة سكيل عادي خالص، هو بيقول لي اختاري بيس بوينت، وهل الاوبجكت الجديد ده هيبقى كوبي منه ولا هيبقى انا شغال عليه، فانا اقول لا انا شغال عليه، اوكي. وايه الاتجاه اللي انا هعمل فيه سكيلينج، والله انا عايزه اعمل سكيل الناحيه دي وهمشيه مثلا، يعني انا زودت في الـ all the sides كده كام 2 متر 4 متر، اوكي مثلا. لا انا عايزه اعمل سكيل مرتين، مرة ونص، هدوس مرة ونص، سوري هنا وايه، وعملت سكيل اللي هو باي ريفرنس بوينت. طب لو انا كنت عايزة اعمل سكيل باي فاكتور، اوكي، ساعتها هنا سكيل فاكتور او فيرست ريفرنس بوينت، فمش هعمل ريفرنس بوينت بقى، انا هكتب الفاكتور هو 1.2 مثلا، ساعتها ايه هعمل سكيل باي فاكتور. فانا كده ممكن اعمل سكيل ايذر باي فاكتور او باي ريفرنس بوينت. طيب جيت تاني عندي سكيل 1 دي، ايه سكيل 1 دي؟ لو انا عايزه اطوله في اتجاه واحد، يعني انا عايزه اطوله في الاتجاه ده، فاقوم مختار الفيرست بيس بوينت الاولانيه والتانيه، واقوم ايه انا هطوله كده. طب او مثلا كده، ده سكيل 1 دي. سكيل 2 دي نفس فكرة سكيل 1 دي بس في الاتجاهين، ايه بيعملي في الاكس وفي الواي بس ما بيعمليش في الزد. ده كده بالنسبة للسكيل. في برضو ميرور، لو انا عندي مثلا الاوبجكت ده عايز اعمله ميرور، فبختار او اعمله ميرور مثلا على البلين، ما دوس قلت على البلين ده كده عمل لي ميرور. في برضو طيب احنا قلنا انه اي حاجة راينو بيعملها مودلينج سوليد هي اكشلي عبارة عن بلينز ومعمولها جوين، فانا لو عايزة اغير ده عملت اكسبلود للبوكس، فبقى عندي 1 المفروض 6، اوكي انا عايز دي بس، فاختار دول وعايز ارجعهم بقى مع بعض تاني شغالين، اقوم دايسه ايه جوين، فبقى عندي ده ايه ده الشكل اللي انا ايه عاوزاه. برضو جوين تنفع برضو للبولي لاينز،
هو ده already closed يعني. بس لو انا عندي مجموعة polylines رسمية ممكن برضو ايه اجمعهم واعمل join زي ما بعمل في الاوتوكاد بالظبط. من الحاجات برضو اللي عندي options ان انا لو عندي polyline فانا ممكن اعمل له offset. هنا بختار ال distance 0.5 مثلا وعملت offset. عادة الديفولت ان لما باجي اعمل offset في راينو بيحصل حاجة كده معينة هي ما حصلتش عشان انا لغي الاوبشن ده. ايه هي؟ انا هخليها 1. في عندي حاجة اسمها cap. cap دي لما بعمل لما بقول عليها مثلا flat او لما باجي بعمل offset بيقفلهولي كيرف كامل يعني بيقفلهولي كأنه حاجة كاملة. فطبعا دي مفيدة جدا لو انا بعمل ايه، لو انا بعمل حيطان على طول بتقفلها لي من الناحية دي واقدر ان انا ايه استخدمها دبل لاين على طول. ف ده بالنسبة للأوفست. يا اما حسب انت عايز أوفست من غير كاب او ايه نون او عايزه بكاب فلات زي الشكل ده. برضو زي الاوتوكاد بالظبط لو انا عندي بولي لاينز وعايز اعمل لهم فيلت، فلو radius 0 فهو يعمل لهم فيلت كده تبقى كورنر شارب. لو radius مثلا 5 فهو يلاقيه يعمل فيلت بالشكل ده. لو الراديوس 10 هلاقي يعمل حاجة بالشكل ده. في برضو عندي حاجة تانية اسمها تشامفر زي الفلت بس هي بتبقى فلات. بختار تشامفر. هتلاقوا بقى في تشامفر مفيش ديستنس واحدة، هي في اتنين، في اتنين واتنين. ايه اتنين دي؟ هقول لكم دلوقتي. هختار الكيرف الاولاني واختار الكيرف التاني. اتنين دي هو حسب انه لو انا كنت يعني كملت في نفس الايه الدايركشن بتاع اللاين وكملت ده كمان في نفس الدايركشن فهو حسب من هنا للبوينت دي 2 ومن هنا لهنا 2 متر وهم دول اللي عمل ايه الشامفر عنده. فهي دي الاتنين والاتنين بتاعت الشامفر. في بقى حاجة ظريفة جدا، تخيل انت عملت البلان بتاعك مثلا كده 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 وعايز تعمل لكل ده فيلت. في اوبشن اسمه فيلت كورنرز واختار مثلا 15 يوم ايه اعمل فيلت لكل الكورنرز بتاعت ايه البولي لاين بتاعي. ده كده الجزء بتاع ازاي نعمل كيرفز سواء لينير كيرفز او نيربس. واخدنا ازاي ان احنا نعمل اوامر العاديه تريم سبليت فيلت. واخدنا برضو شويه 3D تولز اللي هي 3D objects العادية ازاي نعملها. المرة ال part 3 بقى هنشوف احنا ازاي باستخدام ال curves دي نقدر نطلع surfaces وهنعرف كمان ال different types of surfaces ازاي ال program بيقراها وكل واحدة بتطلع ازاي اصلا ال surface ده بيتعمل له modeling. واشوفكوا في part 3. شكرا.